بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية جميعا، إن شاء الله تكونوا جميعكم بصحة وسلامة وسعادة وخير يا رب. اليوم بلشنا بجزء جديد من المادة، الأنتي مايكروبيال أو الأنتي بايوتكس بشكل عام يعني. وهي المحاضرة رقم 24، الحمد لله رب العالمين اللي قدرنا نوصل للمحاضرة رقم 24. يعني المحاضرة هاي طويلة، ما بدي أقول سهلة، فيها بعض الجزئيات بصراحة بدها شوي. تمام؟ فنتوكل على الله، نقول يا رب الريكورد ما يكون طويل، ونسمي ونقول يا رب دائما نتوكل عليك يا الله. فبسم الله الرحمن الرحيم نبلش. طيب بالنسبه للانتي مايكروبيال للكلاسيفيكيشنز، راح نحكي عن الكلاسيفيكيشنز. الريزيستنس اللي هي شو يعني ريزيستنس؟ اللي هي ويثستاند ذا ديستركتيف افكت دراج باي مايكرو اورجانيزمز، يعني هي قدره المايكرو اورجانيزمز انها تكافح الانتي بايوتيك، تقول له لا. يعني مثلا خليني انا اخيركم اياها من البدايه. بيجي الانتي بايوتيك، البني ادم هذا مثلا نفترض انه جندي، ماشي، جندي بالجيش، لنفترض انه مثلا واحد من القوات الخاصه، هدفه يا انه يوقف عمليات التكاثر او انه ايش، يقتل. تمام؟ المايكرو اورجانيزمز من، يعني مثلا بديش احكي كلمه يروح اليوتيوب يبند القناه، ولكن لنفترض انه مثلا شخص سيء. تمام؟ الأشخاص السيئين بنحدروا من الأقل مهارة للأكثر مهارة. تمام؟ هسه القوات الخاصة هذا الزلمة المنيح اللي احنا بنبعثه ممكن ما يقدر لشغلات وممكن يقدر لشغلات. تمام؟ فهي أنا بدي إياها من البداية، اللي ما بقدر لهم شو بنسمي هذا الوضع؟ ريزيستنس، ما بقدر لهم خلص. تمام؟ يعني هذا الشخص العاطل تحمل تبع القوات الخاصة وقتله، أو مثلا بطل شغله، خلاه يتقاعد. تمام؟ كروس ريزيستنس، شو يعني كروس ريزيستنس؟ زي ما احنا عارفين انه البكتيريا مثلا لها عائلات كثير ناس، تمام؟ يعني مثلا زي قرايب بين بعض. إذا واحد أخذ الريزيستنس وتكاثروا بين بعض، وأخذناها بمحاضرة المحاضرة رقم 7 أظن بالمايكرو، إنه أنا ممكن يصير عندي كونجيجيشن، تبادل إيش؟ بين الخلايا لبعض الجينات المسؤولة عن الريزيستنس. تمام؟ فأكيد القرايب بين بعض هاي البكتيريا بإمكانهم إيش؟ يتبادلوا بين بعض، لأنه بصير لهم conjugation بين بعض. تمام؟ فبيكتسبوا كلهم صفة الريزيستنس اللي هي any antibiotic that belong to a group and it's resistant to the bacteria all group would be the same. تمام؟ عندي prevention of drug resistance. أنا بدي إيش؟ أوصل لنقطة بهالمحاضرة نحكي إنه كيف أنا أمنع how to stop the resistance أو إنها تبطل تطلع. أول سلايد أخذ منه دقيقتين، لا بشرة خير. تمام. Masking of infection. أنا أول مشكلة بواجهها لما أنا أعطي antibiotic إنه أنا والله ممكن أغطي على شغلة أكبر من هيك. كيف يعني يا مهند أغطي؟ يعني بقول لك أنا في عندي short course treat one infection، يعني أنا مثلا إجاني مريض واحد مثلا مع التهاب خفيف في بوابة المعدة، مع مثلا bronchitis، شغلات مثلا إنه short course، ما بعرف والله bronchitis قديش بدها، بس يعني مثال امشوا معي إنه والله مثلا short course مثلا لمدة 7 أيام 7 days. تمام؟ هالكورس كامل خلصه وخلص، بتخلص، بس شرط انك تخلص كامل الكورس. تمام؟ ممكن يكون انا عندي مثلا انفكشن اكبر منه بكثير. تمام؟ يعني انفكشن اقوى منه، بس الانفكشن هذا القوي ببدايته بيكون نفس اعراض الانفكشن البسيط اللي عندي. فانا لما اخذ انتي بايوتيك للانفكشن اللي ظاهر عندي، تمام؟ لشورت كورس، شو بيصير عندي؟ خلينا نمشي. Another infection is masked initially. يعني similar symptoms. Similar symptoms that got shut down temporarily. بشكل بسيط. By the short course of the drug. اسم صح حكينا. وقفنا كل إشي له. مثلا أعراضه وقفت. بس أنا كان short course. طيب. هل infection يا مهند الكبير اللي كان مخبى اللي إحنا ما بنعرف عنه، اللي كان مشترك بالsymptoms تبع الinfection الصغير، شو بدي يصير فيه؟ بقول لك does not manifest. ما رح يختفي. أكيد ما رح يختفي. manifests later in severe form. برجع بإيش؟ severe form. يعني برجع بشكل قوي جدا. تمام؟ يعني رح يرجع لنا بشكل جدا قوي. وهي أنا كتبت لكم هنا اللي بدي أشرح، اللي شرحته عشان ما تضطروا ترجعوا وتحضروا الريكورد كمان مرة. يعني أنا كان عندي 2 infections. واحد خفيف اللي حكينا عنه بده الدواء لفترة قصيرة short course. والثاني قوي كان عندي، كان مخبى.
ولكن الجوز نفس الاعراض، القوي ببدايته كان نفس اعراض الايش؟ الخفيف، الانفكشن الخفيف. ولان فتره قصيره وكميه الدوسج تبع الدواء كان صغير، القوي اخذ مقاومه للدواء. علشان هيك هو رجع اقوى، كان المفروض اني استعمله لفتره اطول. فانا يعني كيف اقول لك، زي اني ابعث 20 جندي يكافحوا مثلا 3000 واحد، يقتلوهم ثلاثة، العشرين جندي ما راح يقدروا للثلاث تلاف، تمام؟ بس شو بيسووا مثلا؟ والله الثلاث تلاف بيحفظوا كيف يجوا العشرين جندي، فبيعرفوا انه المرة الجاي لما يبعثوا كمان 3000 جندي راح يعرفوا كيف يجوا، كيف قاتلوا، حفظوا اساليبهم، فصار عندي ريزيستنس، تمام؟ اكزامبل شورت كورس ستريبتومايسين فور تريفيال ريسبيراتوري انفكشن. انا مثلا بيجيني مريض على البيشنت، انا شخصته تريفير ريسبيراتوري انفكشن، تمام؟ رحت اعطيته ستريبتومايسين مثلا 7 دايز 10 دايز الى اخره، بتخلص الكورس وخلص الله معك، تمام؟ بس اللي كان مخبى مين؟ التيوبركيولوسيس تي بي. تخيل انت المرض هذا العاطل انه كان متخبي بانفكشن زي التريفير ريسبيراتوري، تخيل انت وين؟ فهذا تخبى بس راح يرجع اعطل من قبل مع الاسف. والابير ريتر ان سيفير فور، عرفنا؟ الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن، الدكتوره اعطت سؤالين، all the following are true except، بتجيب لك كلهم صح ما عدا واحد انت بتنقيه، هذا غلط. which of the following is a higher مثلا is a hyper sensitivity reaction، بتجيب لك كله غلط مثلا ما عدا واحد صح بتنقيه. مثال على الباركو بابيولار راش، هي ريد اريا وذ بروزنج ان ذا سنتر، هاي هي الماركو بابيولار راش. اليوريتيكاريال راش، شو هي اليوريتيكاريال راش؟ اللي هي راش كوزد باي ووند، يعني انا بصير عندي ووند مثلا قطع هنا، بصير انا عندي راش، ماشي؟ طبعا هذا كله مش مطلوب منكم، ولكن علشان تفهموا بديش اياكم تبصموا، تفهموا قبل لا تبصموا. فيفر، برونكوسبازم، فاسكولايتس اللي هو التهاب الاوعيه الدمويه، سيرم سيكنس، شو السيرم سيكنس؟ اللي هو اميون كومبلكس رياكشن، تمام؟ اكسوفاليتيف ديرماتيتس اللي هو تقشير للجلد، الطبقه العلويه من الجلد بكون عندي هيك، بصير عندي تقشير. ستيفن جونسون سيندروم، شو هو ستيفن جونسون سيندروم؟ هو سيريس ديس اوردر اوف سكن اند ميوكس ميمبرين، تمام؟ وانا في الاكسس، تمام. دراجز ذات كوز هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز، الادويه شو هم؟ بنسلينز، سيفالوبورنز، وسلفانامايدز. طبعا الدكتوره حكت انه انا في عندي ثلاث ادويه، لازم انا اظهر كل طبيب مثلا بكونوا في كارت، بكونوا في محل خاصه في الطوارئ، انا حاطهم احتياط. شو هم؟ الادرينالين، كورتيكوستيرويدز، انتي هيستامين. هذولا given during severe allergy reaction. most important drugs that should be available always. يعني انا بس يجيني مريض على الاير، مباشره الاير لازم يكون فيها كارت بنسميها مثلا هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز او سيفير اليرجي رياكشن، فيها بتحتوي على الادرينالين، بتحتوي على الكورتيكوستيرويدز والانتي هيستامين، تحدثنا عنهم في المحاضرات السابقه، تمام؟ حبيت هيك اذكركم. بالنسبه للانتي بايوتكس ممكن يعمل لي لوكال ريتنسي وسيستماتيك توكسيسيتي، تمام؟ للسيستماتيك توكسيسيتي ينقسم الى ثلاث حسب الايش الثيرابيوتيك اندكس، هل هو هاي ما راح يسبب لي شيء، هل هو لور ممكن يسبب لي شغلات خفيفه، وفيري لو ثيرابيوتيك اندكس. اذكركم بالثيرابيوتيك اندكس، ثيرابيوتيك اندكس زي ما بتتذكروا هيك رسمه، تمام؟ حكينا مثلا هذا ثيرابيوتيك وهذا كان ايش توكسيسيتي، تمام؟ حكينا انه هذا المارجن المسافه اللي بينهم هذا شو بنعتبره؟ هذا بنعتبره تي اي اللي هو ثيرابيوتيك اندكس، او ايش ممكن نعتبره كمان مره سيف مارجن، الاس ام سيف مارجن الدكتوره جيهان بتسميه. هذا كل ما كان كبير كل ما انا ارتحت بالادويه، وكان ايش هون الدوس، طبعا والله الخط كبير علشان دوس هنا ايش انا عندي الدوس، كل ما كان هذا المسافه اكبر كل ما انا ارتحت بالدوسج، لانه مثلا هنا مثلا نفترض انها 25 ملي جرامز، تمام؟ فانا بامكاني اوصل للبيك اعلى شيء تبع الثيرابي من دون ما اني ايش اسبب توكسيسيتي. ممكن بنفس الوقت انا يجيني دواء، تمام؟ طلع السيف مارجن، مستحيل انا اذا وصلت البيك راح اضطر انه ايش يصير عندي سايد افكتس. هاي هي الثيرابيوتيك اندكس بشكل ايش سريع. لوكال ريتنسي، طيب شو هي الريتنسي؟ اللي هو تهيجات، ممكن يعمل لي جاستريك ريتيشن، تمام؟ بين وابسس ات ذا سايت اوف انترامسكولار انجكشن، تمام؟ هذا كله لما انا اعطي انتي بايوتيك شو بده يصير، تمام؟ جاستريك ريتيشن ممكن يعمل لي تهيجات في المعده، بين وابسس ات سايت اوف انترامسكولار جنكشن. طبعا اذا بتشوفوا زي هيك كلام وفوقيه ملون هذا مش مطلوب منكم، تمام؟
بس انه انا مني علشان تفهموا بزياده. الابسس اللي هي كولكشن اوف بس ان سمول زونز، هاي هي الابسس، اخذها في الانفلاميشن تمام بالباثو. هي موستلي يوزد موستلي كوزد عفوا باي ستافيلوكوكس بكتيريا، يعني مسؤوله عنها غالب الوقت البكتيريا اسمها ستافيلوكوكس. وايش بتعمل؟ اللي بتعمل لي خراجات في موقع معين، يعني مثلا اذا انا عندي سيرفس زي هيك، اي زي هيك، ها هيك بده يكون تمام. ممكن يعمل لي ثرومبوفليبايتس. شو هو ثرومبوفليبايتس؟ هو انفلاميشن اوف ذا فين ماي كوز ايش ثرومبوسيس. طيب واذا بتذكروا كمان الباثو كيف يا مهند بسبب الانفلاميشن يعمل لي ثرومبوسيس؟ بقول لك بسبب ايش؟ الاندوثيليال انجري. زي ما احنا عارفين الاندوثيليال انجري بتعمل لي ايش؟ ثرومبوس. ممكن علشان ايش؟ تسكر مثلا سايت اوف اندوثيليال انجري، وبالتالي انه مثلا ممكن تفوت بعدين على الفين وتعمل لي انفلاميشن والى اخره، او العكس صحيح تمام. بديش اتطرق لانه مش محاضره باثو هاي تمام. بالنسبه للسيستماتيك توكسيسيتي تعتمد على الثيرابيوتيك اندكس. بالنسبه للهاي ثيرابيوتيك اندكس سيف، يو جود، انت وضعك تمام. لور ثيرابيوتيك اندكس يعني اقل بشويه. دوزز individualized يعني ايش؟ يعني بتعتمد على الفارماكوكينيتيك للبيشنت. هل هو مثلا عنده كيدني فيلر، ليفر مثلا ديسفانكشن، هل هو مثلا مثلا كبير بالعمر، الابتيك اقل مثلا، هل هو مثلا عمليات الميتابوليزم، عمليات الخروج الى اخره. كل هذا بيعتمد على ايش؟ على الشخص، على عمره، على مثلا الجينيتيك، مثلا البوليمورفيزمز، هذا كله بيعتمد عليه. فانا علشان هيك اذا عندي مثلا ثيرابيوتيك اندكس قليل، مش لكل واحد انا بعطي الدواء تمام. وتوكسيسيتي واتشد، شو هي توكسيسيتي واتش؟ بقول لك وات تايب اوف دراجز نيد تو توكسيسيتي واتش. بسبب لي توكسيسيتي او الادويه هم امينو جلايكوسايدز، تترا سايكلينز، وكلورامفينيكول تمام. فيري لو ثيرابيوتيك اندكس، يعني خلص اذا انا بدي احقق البيك انا هاي لابد يصير عندي توكسيسيتي. يوستن كونديشنز نو افيلبل الترناتيف، يعني في حالات انا مزنوق، حرفيا مزنوق، ما عندي خيار غير اني اعطي هالدواء، رغم انه في ممكن يسبب لي سايد افكتس او توكسيسيتي لبعض البيشنتس، ما عندي اي مجال، يا بخسر المريض يا بسبب له شويه توكسيسيتي بامكاني اعالجها. عرفت؟ واحنا راح نتعرض باذن الله لمواقف زي هيك في الكلينيكال، في بعد ما نتخرج ان شاء الله، لمواقف زي هيك بحيث انك تضطر تعمل تعطي خيار سيء علشان ايش؟ تتفادى الأسوأ تمام؟ يعني مضطر عليهم. مثال عليهم فانكومايسين والانفوتيرايسين بي تمام؟ معظم هاي الأدوية تم ذكرها محاضرة المايكرو، فإن شاء الله لسه متذكرين، تسهل عليكم شوي. نيوتريشنال ديفيشنسي تمام، ممكن يكون أنا عندي نيوتريشنال ديفيشنسي وأنا رحت أعطيت أنتيبيوتيك، شو راح يصير؟ prolonged use of antimicrobials alter intestinal flora. شو هي الانتستينال فلورا؟ بيقول لك هي مايكرو أورجانيزمز ناتشورالي بريزنت إن ذا جت. عمرك سمعت البكتيريا الحميدة بتكون في مثلا في الأمعاء عندك؟ بكتيريا حميدة، أظن في كمان هيست، أظن والله أعلم. يعني المهم مايكرو أورجانيزمز بتكون موجودة أصلا، يعني ربنا خلقها في إيش؟ في الأمعاء عندك تمام. فبالتالي هي يعني إلها وظائف كثيرة، بديش أتطرق لها لأنه بديش أطول محاضرة. فإلها وظائف، فإذا أنا أخذت أنتي مايكروبيل ممكن يسبب لي أنه يقتل هاي البكتيريا، مع الأسف ما هي بكتيريا بالنهاية تمام. فممكن يعمل لي ألتريشن الانتستينال فلورا، فبالتالي هاي الوظائف المهمة راح تختفي. ليش؟ لأن البكتيريا ماتت. intestinal flora synthesizes، ها مثلا واحدة من وظائفها synthesizes vitamin B complex و vitamin K. انت متخيل؟ يعني ممكن يصير عندك ايش؟ vitamin deficiency اللي هم vitamin B و vitamin K. يعني والله هاي البكتيريا بتصنع لك هذول، فانت لما عطيت antimicrobial prolonged use لفترات طويلة رحت انت محيت البكتيريا، بتعمل لك vitamin B complex vitamin K، فانت بتصير عندك deficiency، بصير عندك نقص بهاي الفيتامينات تمام. نت ريزولت للفيتامين ديفيشنسي، نت ريزولت ايش؟ prolonged use of antimicrobials تمام. سوبر انفكشن، ممكن يصير انا عندي سوبر انفكشن. يعني ايش؟ يعني مرض طغى على المرض الاول، اجاني مرض جديد طغى على المرض القديم، والثاني هذا المرض الاول كان مقاوم لادويه الاول، عفوا الثاني اللي هو المرض الجديد مقاوم لادويه الاول تمام، اثناء فتره العلاج المرض الاول. يعني مثلا 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 انا كان عندي يو تي اي تمام، انا كان عندي ايش؟ يو تي اي. فانا رحت اعالج اليو تي اي مثلا في اريثرومايسين تمام، اريثرومايسين مثلا، بديش انا راح مثلا صار عندي ايش؟ تي بي. التي بي عنده ريزيستنس لمين؟ للاريثرومايسين
تمام. اذا صار انا بنفس البيشنت صار عندي تي بي اللي هو تيوبركيلوسيس ريزيستنس للاريثروميسين، هذا هو السوبر انفكشن. بسبب انفكشن واحد راح خلق لي انفكشن ثاني، وريزيستنت صار بسبب ادويه اللي انا كنت اخذه بالاول. Appearance of bacteriological and clinical evidence of a new infection, شايف؟ During chemotherapy of the primarily one. Common and dangerous. ممكن انه يصير ودينجرس ممكن يكون. Microorganisms, تمام؟ For new infection. شو هم الأدوية، أنواع البكتيريا اللي أنواع البكتيريا اللي ممكن تصيبني أثناء البرايمري انفكشن؟ بقول لك الأنتيريو بكتيريكية وبسودوموناس وكانديدا وأذر فانجاي. هذولا البكتيريا ممكن يصيبوني وانا عندي اصلا انفكشن، تمام. وممكن هذول الادويه هذول البكتيريا يصير معاهم ايش ريزيستنس للادويه اللي انا باخذها للبرايمري انفكشن، فبالتالي اذا صار لهم ريزيستنس وعملوا لي مانيفيستيشن والى اخره راح يجينا سيفير فور زي ما حكينا بالبدايه، تذكروا. واي ليش؟ Alteration in the normal microbial population of the intestinal, upper respiratory and genitourinary urinary tract. أنا رحت عملت إيش؟ messed up للintestinal flora الموجودة مثلاً باليورين. أنا مش بس مثلاً موجودة بالintestines، برضو موجود باليورين genital tract. عندي بكتيريا حميدة عندي إلى آخره. فإذا أنا عملت alteration للnormal microbial population في هاي الشغلات راح يصير عندي إيش؟ removal of inhibitory influence of the normal flora. يعني due to prolonged use of antimicrobial or malnutrition أنا هذول البكتيريا مثلاً ماتوا، تمام؟ فأنا بالتالي إيش؟ بسبب هاي الأمور، بسبب إنه بطل عندي، يعني مثلاً بديش أنا أجكوا لأنه بصراحة الموضوع خش ببعض والسلايدات كثير معجوقة مع الأسف. يعني أنا كان عندي primary infection، ها رقم واحد، تمام؟ أنا رحت أعطيت دواء drug، تمام؟ رحت انا اعطيت دواء درج واموري تمام تمام تمام. مثلا خلال فتره قصيره انا تعرضت لانتيرو بكتيريكيه، تمام. بدي اسجلها بس انتيرو، الاسم طويل، انتيرو بكتيريكيه. هاي البكتيريا مين بدمرها؟ الانتستينال فلورا، صح؟ هاي في الحال بالوضع الطبيعي، تمام. الانتستينال فلورا بتروح تقول لك انت روح يلا باي باي معك، ولكن بسبب الافراط في الانتي مثلا الانتي بايوتكس ومثلا مال نوتريشن، انا ما باكل منيح ما بتغذى، تمام. شو بيصير؟ بيجي الانتستينال فلورا بنشطب من الوضع، تمام، وبيجي الانتيرو بكتيريكيا وروح بيعمل لي ايش؟ برجع بطلع على الدرج هذا بيصير له ريزيستنس، تمام. ممكن من الممكن بدي اربط لكم اياها من قبل، ممكن مع الدرج الاول اعراض الانتيرو بكتيريكية، تمام، تختفي لفتره قصيره، يصير لها اختفاء، بس ايش راح ترجع؟ راح ترجع ان سيفير فور، تمام، راح ترجع ايش؟ سيفير. هذا الوضع اللي بده يصير، تمام، وراح يصير لها ريزيستنس، الدواء راح يبطل يجاوب معاها، عرفت؟ فغياب الانتستينال فلورا بصراحه كثير كثير عاضل، تمام. ننتقل اكثر من هيك، أكثر من هيك لا تحاولوا تتعمقوا، لأنه شايفين ممكن يعجق، لأنه بصراحة يعني شو بديش أحكي أروح مجلس ضبط، بس يعني الصيدات والله ما هم صح. Normal flora contributes to host defense antibacterial substances، تمام؟ هاي Normal flora contributes to host defense، هي عبارة عن جهاز المناعة زي ما حكينا إنه هون الانتستينال فلورا كانت إيش؟ تصد الأنتيريو بكتيريكية وما تسبب لي secondary infection، ولكن بغيابها سببت لي secondary infection. البكتيريو سينس اللي هي البكتيريا الحميدة، تمام؟ which inhibit pathogenic microorganisms. pathogen has to compete with the normal flora for essential nutrients. يعني في حالة الآن، في حال يعني فات pathogen، أنا عندي intestinal flora، بروح إيش الباثوجين يتغذى على الأكل اللي البادي مثلا أو الأكل بتتغذى عليه إيش؟ normal flora، فهيك صفى إلها malnutrition، صح ولا لا؟ صفى لها يعني صفى عندها نقص غذائي فبتموت، لانه ايش صار ينافسها على الاكل، فهذيك بتموت من الجوع المسكينه، والباثوجين بضحك وابو كرش وما شاء الله عليه، عرفنا يعني lack of competition. فبالتالي اذا صار عندي lack of competition may allow even non pathogenic components of flora to predominate and invade. هسه non pathogenic اللي هو no disease، هذا بني ادم مسكين
بفوت يعني كثير ضعيف. تمام، الفلورا كانت على السريع تدمره، بامكاننا نعتبره منها لانه نان مثلا ما بيسبب لي ديزيز. تمام، يعني حتى هذا، حتى المسكين هذا بغياب البكتيريا الحميده بيصير ايش؟ بريدومينانت، بيسيطر، بيعمل لي انفيد. عرفنا بسبب ايش؟ لاك اوف كومبيتيشن. الفلورا طلعوا انت قديش مهمه، تعمل لي فيتامين بي كومبلكس، تعمل لي فيتامين كي، بتشتغل لي بالهوست ايش؟ اميون كومبلكس، تعمل لي بريفنت سكندري انفكشن. تخيلين قديش الفلورا يعني ناس كثير منيح معانا، يعني مش كل البكتيريا عاطلة. تمام، more complete the suppression of body flora greater the chances of developing super infections. super infections احنا حكينا يكون عندي infection primary infection، بصير عندي ايش؟ manifestation of ايش؟ greater infection بتسميه secondary infection. common with broad spectrum extended spectrum antibiotics. متى بيصير هذا الحكي super infections ولا اخره؟ متى بيكون common؟ بيكون بالcommon الأدوية واسعة المدى. بس أدوية واسعة المدى من كثر ما هي واسعة ممكن تأذي الانتستينال فلورا بسبب إيش؟ مثلا توسع مداها. تمام؟ تترا سايكلينز مثال عليها، كلورامفينكول لو يعني مثلا ممكن يكون خفيفة مع البنسلينز. تمام؟ الانسيدنس مثل البرولونجد ادمنستريشن، حكينا عنها ببداية السلايدات إنه البرولونجد ادمنستريشن أوف أنتيبيوتكس ماي كوز إيش؟ ألتريشن إن ذا انتستينال فلورا. pathogen selective agents. الان الباثوجين selective agents يعني مثال عليها جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، يعني هذا محدد سيلكتيف. هذول الباثوجين selective agents عندهم ايش؟ نارو سبيكترم والدوريشن تبعتهم ايش؟ شورت. نمشي شوي كل شيء بيتضح. judicious selection requires يعني الاختيار الحكيم للانتي مايكروبيال للسيلكشن للسيلكتيف. يعني مثلا قبل ما ابلش، انا جاني مريض والى اخره، انا عارف انه معاه جرام نيجاتيف، بس شو هو الجرام نيجاتيف بالضبط؟ لسه بستنى، انا بستنى لسه مثلا المختبر يطلع لي الريزلت. والله الريزلت بعد اسبوع، ايش المريض يدعي عندي؟ لا، شو بعمل؟ مثلا بروح اعطيه مجموعه مثلا بعطيه دواء بيشتغل على الجرام نيجاتيف بحيث يخفف لي الاعراض. تمام، طبعا نفس الوقت انه ما يكون ريزيستنت، يعني الها شغلات معقده شوي، بس يعني انه ايش؟ ما اخليه يدعى، بعطيه اي ايش، لا تتعمق وتقعد تحكوا لا وليش وبيعمل لي ممكن ريزيستنس سكندري انفكشن. لا 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 لا، انا بحكي لك مريض احنا عرفنا انه معه جرام نيجاتيف، بس عشان احدد ويكم البايوكيميكال رياكشن تمام تبع اللابوراتوري قبل ما يطلع ويحدد لي شو هاي البكتيريا بده وقت، بس انا عارف انه جرام نيجاتيف، فانا بعطي دواء لجرام نيجاتيف وبس. انا مش اعطي دواء جرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف بكتيريا تروح تستقوي عليه ويعمل لها ريزيستنس. عرفنا كلينيكال جادجمنت، عشان هيك انا عندي ايش؟ سيلكشن، بحدد هذا الدواء قوي على البكتيريا هاي، بقدر لها. هذاك الدواء سممناه مثلا البوزيتيف، مثلا لان البوزيتيف والله ضعيف شوي، فانا بروح اعطيه دواء ضعيف مناسب عليه عشان يقدر لها. اما هذا لا، بده اقوى، عشان هيك سممنا مثلا سيلكتيف، عملنا الجرام نيجاتيف دوايات ادويه خاصه لحالها بدوسج لحال. فهمتوا؟ يعني ما للأسف أنا قاعد بتوسع لكم شوي علشان يفهم الوضع كامل وما يصير عندكم تساؤلات بسبب مثلا قلة فهم لا سمح الله. الاختيار الحكيم للأنتي مايكروبيال ايجنتس علشان أعطي أنتي بيوتيك رح يعتمد على clinical judgment، المريض وأعراضه. تمام، detailed knowledge of pharmacological properties of the antibiotic. أنا لازم أعرف الأنتي بيوتيك هذا شو بيشتغل، هل هو سدل، هل هو ستاتيك، هل هو هذا كله راح يتوضع بالسلايدات اللي قدام، فأنا بدي أعرف شو بيشتغل الأنتي بيوتيك هذا علشان إيش؟ ما يسبب لي ريزيستنس، علشان ما يعمل لي مداعاة مثل انتستاينال فلورا، علشان إلى آخره، أسباب كثيرة. يعني suitable with the clinical symptoms and the kinetic of the patient أو لا، يا يعني إنه suitable أو not أو لا. تمام، as well as microbiological factors مثل potential infecting microorganisms like sedal or static. تمام، هسه لقدام كله بتوضح. أنا عندي إذا بدي أعطي selection لازم أنا أعرف ثلاث شغلات أو بالثلاث حالات هذول. empirical therapy، شو الempirical therapy؟ اللي هو العلاج التجريبي في حالات نقص المعلومات، يعني أنا إجاني clinical symptoms والله مش قادر أربط. مثلا definitive therapy، العلاج النهائي، توفر معلومات سابقة، أنا والله clinical symptoms مثلا أنا عرفت أنه جرام نيجاتيف، أنا والله إلى آخره معناته مثلا والله البكتيريا هاي، أو مثلا جرام بوزيتيف والله عرفت أنها استافيلوكوكس، خلاص بعض أدوية استافيلوكوكس أنا عارف ومحيط بكل إشي.
او بروفيلاكتيف اور بريفنتيف ثيرابي، امنع الاعراض او ايش والمرض، اني امنعهم مثلا عليه هالفاكسين. مو صحيح احنا بنعطي للاطفال للبيبيز الى اخره فاكسينيشنز مطاعيم عشان ايش؟ اعمل بريفنت، اعمل بريفنتيف للديزيز، تمام؟ ما ياذيني. للامبيريكال ثيرابي انفكتنج مايكرو اورجانيزمز از ان ايدنتيفايد، انا ما بعرف شو المسبب، انا والله ما بعرف. انتيبايوتيك ماست كفر اول ذا لايكلي باثوجنز، ها انا لازم اعطي دواء البرود سبيكترم تبعه وايد، لازم انا اعطي دواء احاول اغطي فيه كل شيء، يكون قوي ويحاول يقدر لي على كل شيء، لانه انا ايش ما بعرف انا مين مسبب المرض. كومبينيشن ثيرابي، ممكن انا استعمل كومبينيشن ثيرابي عده ادويه، او سنجل برود سبيكترم ايجنتس، يعني مثلا بروح سنجل برود سبيكترم، يعني انا بروح مثلا بدي اعطي دواء بس للجرام نيجاتيف، بدي اعطي دواء للجرام بوزيتيف، مثلا بدي اعطي مثلا دواء للمايكو بكتيريوم، مثلا مايكوكوليك بكتيريا، للشغلات زي هيك مايكوباكتيريوم، تمام، للمايكوليك اسيد. والله انا عرفت شغلات زي هيك، بس انه في هاي الحاله انا ما بعرف، عفوا انا خربطت انا ما بعرف انه والله في عندي مايكوليك اسيد، فانا بروح اعطي مثلا انتيبايوتيك للمايكوباكتيريوم، انا ما بعرف. فانا بالتالي ايش بدي اروح مثلا اعطي جرام نيجاتيف، مثلا انتيبايوتيك جرام نيجاتيف يكون ايش واسع مجاله على الجرام نيجاتيف، بس ايش سنجل، يعني هو بس للجرام نيجاتيف. للجرام بوزيتيف مثلا اعطي دواء، او بعطي كومبينيشن، والله هذا الدواء مثلا بيعالج هذا المرض وهذا المرض وهذا المرض، انا ما بعرف شو المسبب، بس يا اخي عندي شويه معلومات من الكلينيكال سيمتومز، فانا بروح اعطي والله ممكن مثلا ستافيلوكوكس، ممكن ستريبتوكوكس، والله ممكن مثلا انتيروباكتيريوكيا، تمام. requires knowledge of infecting microorganisms، حكينا يعني اقل ما فيها انا اكون عارف هل هو جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف الى اخره، تمام. clinical picture suggests the likely microorganisms of a symptom، يعني مثلا تعتمد على الجس، تعتمد على النرو the option، علشان هيك بقول لك ايش هنا، علشان هيك هسه انتوا عارفين انتوا هون ايدنتيفايد مكتوب، وهون مكتوب ايش ريكوايرز نوليدج. هسه انا اكيد انا مش على العميان، انا عارف انه هذا مثلا بده انتيبايوتيك، صح ولا لا؟ اقل ما فيها فريكوايرز نوليدج اوف ذا انفكتنج مايكرو اورجانيزم، بس مش اني والله 100%، يعني انا اظن في هون خطا في السلايد، والله اعلم. يعني اقول مثلا ايش الفاميلي، مثلا اقول مثلا الفايلم، اقول الى اخره، انا بدي اعرف، عرفت يعني؟ بس اكيد يعني انا مش راح اعطي انتيبايوتيك وانا مش عارف عن الدنيا وين هي، انا اروح اعطي انتيبايوتيك وانا عندي فايرال مثلا؟ لا، انا عارف حسب الكلينيكال مانيفيستيشنز، انا عملت ايش نارو ذا اوبشنز، مثلا من بين 100,600 او ابصر قديش مرض، مثلا خليتهم 4-5، انا عندي الان ايش معلومه، بس انا مش عارف شو هو بالضبط البكتيريا هاي اللي سببت لي. فعلشان هيك ايش requires the knowledge of the infecting microorganism، انا والله عارف انه هذا ينتمي الى عائله مثلا الجرام نيجاتيف، انا والله عارف انه ينتمي هذا الى عائله الجرام بوزيتيف، عارفين؟ فعلى بالضبط انا لازم اعرف كم شغله، واكيد كونه امبيريكال ثيرابي ايش انا بعرفش انه المحدد بالضبط. ان شاء الله انها وضحت، لانه التناقض كبير بصراحه بالسلايدات. ديفينيتيف ثيرابي، الشغلات اللي انا واثق منها متوقعها 100%، اللابوراتوري ريزلتس طلعت وانا عارف كل شيء. كلتشر سنسيتيف از دن، سنسيتيفيتي از دن، يعني انا هون ايش كمان بزياده عنها، انا عارف انه هذا الدواء راح يحطم لي البكتيريا او راح يدمرها او راح يقضي عليها او راح يعمل انهبيشن للجروث، ولكن هذا الدواء لا، هذا الدواء هذا لا، عرفنا يعني. سو نون اورجانيزم مايكرو اورجانيزم، تمام، دوسج نون 100%، انا من خلال ليش انا عملت كلتشر. once the infecting microorganism is identified definitive antimicrobial therapy is instituted، خلاص انا عرفت المرض، انا عرفت البكتيريا المسبب للمرض، انا في عندي دواء مسبب لها سنسيتيف، نعم سنسيتيف يعني راح يدمر لي البكتيريا، خلاص يلا اعطي الدوسج. والله انت بالنسبه لعمرك والكينيتيك تبعك، مثلا والله مثلا خذ مثلا 3 حبات باليوم، الدوسج مثلا تبع الدواء لا خذ 20 ملي جرام، 40 مثلا كثير عليك، عرفنا ديفينيتيف، انا عارف كل شيء، تمام. نارو سبيكترم زي ما حكينا، ليش نارو؟ لانه انا عارف انا مش اعمى يكون عندي برود، تمام. بروفيلاكتيك ثيرابي فاكسينز ار اكزامبل، انه والله انه انا عارف شو الوضع، عفوا بروفيلاكتيك ثيرابي الفاكسينز ار ان اكزامبل، انه والله انا قاعد بقي من المرض،
بقي من أعراضه، بقي من مثلا الشغلات اللي ممكن يسببها لجسمي. Preventing the setting of an infection. Suppressing contacted infection before it becomes clinically manifest. أنا بعمل إيش؟ يعني مثلا إجا المرض مثلا لنفترض حاليا كوفيد، كوفيد 19، تمام؟ أنا مثلا والله رحت أخذت لقاح مثلا كوفيد، تمام؟ رحت أنا لا سمح الله انصبت بكورونا. هسه بالوضع الطبيعي شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي clinical symptoms، تمام؟ وراح أتعب وراح أمرض. بيجي الكوفيد بيقول يا عم أنت أخذت المرض، تعال ولا مرض، يلا ولا أعرض، ما راح اطلع لك اعراض. علشان هيك becomes ايش؟ suppressing contacted infection. انا خلاص ضيقته، ما راح يطلع لي ما راح يطلع لي ايش؟ ما راح يصير عندي ايش؟ clinically manifest. prophylaxis against specific infections. اكيد محدد يعني اكيد فاكسين كوفيد مثلا. البي سي جي مثلا للتوبركلوسيس ان انفنتس مثلا. tuberculosis اي ان اتش suspectable، والله لو بعرف ما ضرب مثال tuberculosis. suspectable contacts to open cases. تمام؟ فأنا بعطي في حالات التوبركيلوسيس اي ان اتش، يعني هو بصراحة هيك انا شخصيا فهمتها. التوبركيلوسيس اي ان اتش suspectable contacts to open cases اي ان اتش الموضوع. يعني شو بتعمل يا اخوان؟ والله يا اخوان infections tuberculosis اي ان اتش يعني كله محل بصراحة، اللي فاهم فاهم. prevention of infection in high risk situations. تمام؟ اني امنع الانفكشن او امنع مثلا كلينيكال مانيفستيشنز للجماعه اللي عندهم هاي ريسك، هذول الجماعه اللي المساكين اللي المرضى الخفيفه بترميهم. شو هم؟ اميونو كومبرومايزد هوست، الجماعه اللي مناعتهم كثير ضعيفه. سيرجيكال بروفيلاكسيس اللي طالع من عمليه. كاثترايزيشن اللي بعمل لهم قسطره، تمام؟ انا اكيد ما اعمل قسطره، انا فوتت مثلا اذا كانت انفكتد، تمام؟ وخاصه السيرجيكال برضه والاكويبمنت كانوا انفكتد، انا راح اعمل ايش؟ راح اعمل انا والله مع الاسف انفكشن مثلا بالداخل. دنتال اكستراكشن، اكيد كلنا رحنا مثلا بدنا نخلع طاحونه، بدنا نشيل مثلا عصب الى اخره، بقول لك لا امشي له على انتي بايوتيك مثلا فتره اسبوعين، فتره 10 ايام، بعدين بترجع لي اشيل لك اياها، لانه اذا خلعت راح اعمل لك انفكشن. تمام؟ فهذول الهاي ريسك سيتويشنز. فانا هون مثلا لازم اعقم الادوات، مثلا دنتال اكستراكشن انا هون علشان تو بريفنت انفكشن لازم اخذ انتي مايك انتي بايوتيك قبل العمليه. واميونو كومبرومايز بيشنت، اميونو كومبرومايز هوست، انا بروح اعطيهم فاكسينز علشان ايش؟ امنع امنع سبريسنج كونتاكت ان انفكشن بيفور ات بيكمز كلينيكالي ايش؟ مانيفست. تمام، انا هون ان شاء الله راح انهي هذا البارت 1 هيك باذن الله، الحمد لله هيك خلص بارت 1. راح اوقف على سلايد رقم 23. نعم بارت 1 هيك دان، وباذن الله راح نستمر معاكم بالسلايدات اللي باقيه في بارت 2. والسلام علينا وعليكم.